وخان قلب نشكر ما ممكنش نوفي السعادة اللي عندي لداخل. شكرا لكم كامل. جديد ديالي أغنية بعنوان الغراب سلطان من كلماتي وإلحان مصطفى جورج وتوزيع حمزة الغازي. إن شاء الله غادي تنزل قريبا إن شاء الله. أتمنى تكون في المستوى ديال استحسان الجمهور. رسالة الجمهور ديال الساكنة في مدينة العلاش والجمهور كيفاش ما سمعتكش؟ رسالة الساكنة. كنقول لهم تبارك الله عليكم كنتوا رائعين. إلا كنت أنا مزيان راه هذاك الفضل كيرجع لكم بعد الله سبحانه وتعالى أنكم أنتم اللي كتهيئوا الفنية الأرضية باش يقدر يغني لكم. تبارك الله غني جميع الأنواع لا اللبناني لا المصري لا المغربي لا الراي كلشي كتفعلوا فيه كلشي كتغنيوا جمهور راقي ورائع. كنشكركم بزاف بزاف. غني شي كشكون من ريبرتوار الأغنية المغربية العصرية يعني بالنسبة لي كنسى كيفاش كتتنوع دايما كنلاحظوا كنا كنا تجديد في الأداء يعني في ال كنحاول ما أمكن كما كتعرف جديد في عندنا الأغنية المغربية الأغنية المغربية عندنا غنية بالأنماط والتنوع ديالها بالألوان ديالها. عندنا الرواد الله يرحمهم اللي خلونا واحد الإرث كبير. حنا كشباب الدور ديالنا نوصلوا لهذا الشباب الحمد لله ربي وفقني وصلت بزاف الأعمال وخاصة استحسان منهم واحد الشعر هذاك الغاثي وصوت بالعينية يعني بزاف القطع الحمد لله عرفها هذا الجيل ولا كيعشقها. هذا هو الدور ديالنا هذاك الإرث ديالنا خصنا نوصلوا للناس. بالنسبة للتنوع كنحاول ما أمكن كما كتعرفوا المهرجانات كيكونوا بزاف الناس كاين الشباب كاين الناس اللي آجي كاين الناس كاين الأمهات كنحاول ما أمكن ندير واحد الفاري باش الناس على الأقل نحاول نرضي الجميع وخا صعيب باش نرضي الجميع يعني كنحاول ما أمكن باش تكون السهرة متنوعة ما تكونش الباساج ما يكونش فيه الملل. هذا هو الفكرة. إضافة إلى ذلك التعامل مع يعني الصحراء المغربية وفي سياق الاحتفال بعيد العرش يعني بالنسبة لهذ الأغاني الوطنية دائما الناس حاضرة عندك الأغاني ماشي غير المناسبات ديما كتغنى أنا في أي مناسبة كنغني على الصحراء لأن حنا راه مو الصحراء راه ما يمكنش راه بلادنا هذه يعني شي حاجة اللي سبونتاني. أنا راه غنيت في موريتانيا وغنيت العيون عينية نداء الحسن يعني شي حاجة كنتشرف بها أنني كنبدل بلادي فيما مشيت كنغني هذ الأغاني. قدر شكرت العالي عمرو في شي عمل تلفازي؟ تبارك الله ممثلين موجودين بزاف تبارك الله. لا اخر الذكاء ديالنا بقات مع فصيله ومثالي فصيله وي كاين دابا حاليا انا دابا حاليا كاين في برنامج ستار لايت دوزام كنعمل كوتش مشاركين كنحاول هذه التجربه المتواضعه ديالي نوصلها لهذا الشباب. وكاين دوز برامج غدوز قريبا ان شاء الله دوزت الحين عشقناها دوزت رشيد شوت الله يجزيه ان شاء الله شهر 9 يعني كاين اعمال غتكون ان شاء الله جديده. شكرا. شو بغاني انور كيدير اللي كان عندي شي كليبات واش ما كيفكرش العلاقه ديالو مزيانه بعريش واش ما كيفكرش انه يدي شي لقطات؟ والله العظيم من اروع المدن من اعز المدن واقرب المدن الى قلبي بناسها بالكرم ديالها بالاخلاق ديالو نتشرفوا ان شاء الله علاش لا نتلصق مع اصدقاء ديالي اخوان ديالي كيعطيهم الاخوان. السحر ديال السي عبد العالي مع الجمهور ديال العريش سورتو يعني العنصر النسوي والشباب بصفه عامه كيفاش تفاعل الجمهور ديال العريش معاه؟ انا هذا الشيء هذا رضا الوالدين وفضل ديال الله سبحانه وتعالى الحمد لله فيما مشيت ربي عمرو خيبني. هذا التفاعل كنلقاه فيما مشيت ماشي حاجه كبيره الحمد لله كيتعطى مع الله سبحانه وتعالى القبول ديال الله سبحانه وتعالى ورضا الوالدين. كنشكر كاع الناس اللي حياوني وشجعوني كنشكرهم بزاف تبارك الله عليكم.